وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذر من استخدام وتداول هذا الأمر الذي سيعرض من يقوم به لمساءلة قانونية. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالشركة الوطنية للاتصالات الدولية تليمن من استيراد وبيع وتداول واستخدام تجهيزات ستارلينك أو أي شركة أخرى تقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وتشدد الشركة إلى أن استيراد وبيع وتداول واستخدام تلك التجهيزات دون أخذ الموافقة من الجهات المختصة في الوزارة والأجهزة الأمنية المعنية سوف يعرض مستخدميها للمساءلة القانونية والملاحقة الأمنية، كون تلك الشركات والتجهيزات غير مرخص لها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإن الشركة الوحيدة المرخصة لبيع وتسويق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هي شركة تليمن، وذلك بموجب قانون الاتصالات رقم 38 لسنة 1991 وتعديلاته،